وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف شخصية مميزة داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا معانا دكتور محمود عبد الفتاح من داخل صيدلية أورنج. أهلا بك سيد محمود. أهلا وسهلا، أهلا بك. مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة وعلى هذا اللقاء الطيب اللي إحنا نسويه. شرف لينا، أهلا بكم. دكتور محمود، خبرنا بقى مين هو دكتور محمود، جيت دولة الإمارات أنت، اخترت أورنج، يعني خبرنا إيه التفاصيل؟ والله الحمد لله أنا هنا تقريبا 2008، والحمد لله بدأنا تأسيس الصيدلية بعد 4 سنين في الشغل الخاص الأول، وبدأت تأسيسها في 2012، والحمد لله ألمست بأن 8 سنين دلوقتي، والحمد لله بقى 8 سنين موجودين. 8 سنين يا نفس المكان بنفس الاسم نفس كل شيء. طيب انت حضرتك بتقول يعني بعد 4 سنين قررت تفتحوا الصيدلية، كان في حاجة تانية كنت بتعملها قبل كده؟ لا، أنا صراحة أول ما جيت 2008 اشتغلت في البرايفت شوية، الشغل الخاص، لأن كنت يعني حال أي حد جاي من مصر لسه جاي زيارة أو كده. اشتغلت 4 سنين والحمد لله، يعني كانوا من أهم ال4 سنين اشتغلتهم في حياتي، خبرة وتعلمت كل شيء من ألف ليام. طيب كويس جدا. طيب دكتور، احنا داخل صيدلية أورنج ما شاء الله شايفين عندكم جميع الأدوية، جميع الحاجات الخاصة بالتجميل، مهتمين بكل حاجة، عندكم حاجات الخاصة بالتعقيم، خبرنا أكتر الصيدلية بتقدم خدمات إيه؟ والله ده اللي بيميزنا، اللي احنا مش بس أدوية، كل حاجات التجميل، يعني from A to Z، الحاجات اللي هي خاصة بالتجميل، حاجات خاصة بالصالونات، العناية بالشعر، العناية بالبشرة، العناية بالوزن المثالي للجسم، كل شيء، يعني مش بس اللي هي صيدلية أدوية وميديسن، لا لا لا، حاجات تانية كتير. بتوفروا جميع أنواع الأدوية، جميع أنواع أي حد عايز حاجة، بتتعاملوا مع شركات؟ طبعا موجود كل الادويه، يعني حتى الحاجات اللي هي رار اللي ممكن تتسال عنها مره في السنه موجوده برضو عندنا. طب ما شاء الله، يعني برضو صيدليه مميزه زي دي اكيد في حاجات تانية بتميزكم غير الأدوية وغير مواد التجميل، التعقيم بتعملوا فيه، الأمن والسلامة اللي انتوا بتتبعوها؟ عندنا هنا كل أنواع الأجهزة للأمن والسلامة، زي أجهزة قياس الحرارة، أجهزة قياس الضغط، أجهزة قياس السكر بمختلف الماركات كلها، يعني كذا شركة، يعني مش بس شركة واحدة عندك فيكسد، لا، بلس عندنا كل أنواع المعقمات، سانيتايزرز سواء كانت جيل، سبراي، جلافز، كفر اول بيغطي الجسم كله، هيت كفر، جوجل اللي هو بيغطي العين برضه فول بروتكشن، وعندنا حتى انواع الماسكات كلها كامله، زائد عندنا اجهزه كمان خاصه بالعنايه بالجسم والبشره، زي اجهزه ازاله الشعر بالليزر، عندنا اجهزه المساج كلها كمان، يعني كرسي اوريدي بيكون فيه مساج، انفراريد مساجر، عندنا اجهزه كمان عندنا اللي هي الاسوره اللي هي البريستيت اللي ممكن بنلبسها احنا مثلا، بتعمل ريلاكسيشن للجسم، بتسحب الشحنات السلبه الزياده في الجسم، بتخفف الم الظهر، وكل الحاجات دي باشراف وزاره الصحه. طبعا ما هنا كل شيء لازم يدخل الصيدليه لازم يكون ابروف ومعاه السيرتيفيكت بتاعته من هيئه الصحه، ما شاء الله، والا ما غير اللود اللي هو يدخل. ما شاء الله، لكم التوفيق سيد محمود. طيب استاذ محمود، اكيد قصه نجاح مميزه زي دي وخبرات وعندكم جميع الاغراض، في حاجه بتفكر فيها قدام تعملها، يعني خططكم المستقبليه ايه؟ والله ان شاء الله تعالى ممكن بنحاول باذن الله تعالى بعد الازمه دي ما تعدي ان شاء الله نحاول نفتح فرع. كتير بيسالونا ليه ما بتفتحش فرع عندنا في العين او كده، احنا اوريدي ده اول فرع لينا حاليا في ابو ظبي، وان شاء الله يعني الخطوه اللي جايه لازم العين، لان كتير جالنا سؤال هناك. ما شاء الله، لكم التوفيق وربنا يكرمكم وتفتحوا فرع. وانت كمان خبرتني عن اللي انتوا عايزين تعملوا بعد كده، الموضوع الاونلاين، تعملوا موقع. بالظبط احنا دلوقتي شغالين على اللي احنا نعمل ويب سايت للصيدليه، تقدر من خلاله تدخل على الويب سايت نفسه، وهنعملها ابلكيشن على الاي او اس والاندرويد، ممكن من خلاله تدخل وتطلب طلبيتك، ولو هي حاجات كلها اللاود توصلك عادي خالص، يعني لو حاجات اللي هي no need for prescription او كده توصلك لحد البيت عندك free of charge كل شيء.
دكتور محمود، بما ان حضرتك من جنود المعلومه ليست المجهوله الان في دوله الامارات، اكيد دوله الامارات كان ليها فضل في مساعدتنا على اللي احنا نشتغل، على اللي احنا نوفر الامن والسلامه، المنتجات، المواطنين. خبرنا شو برضه بيعني لك على ما شاء الله. يعني ديت لو اتكلمنا من اول برنامج لاخره مش هنغطي النقطه دي. يعني ما شاء الله بتشجع الجو، يشجع اي حد. يعني انا افتكر مره المرات من ناحيه الامن والامان، كتير من المرات بنسى الصيدليه، انا ساكن قريب، بنسى الصيدليه اقفلها بالمفتاح وبرجع الصبح الاقي الصيدليه زي ما هي. تخيل. طبعا والله العظيم، يعني مش مره ولا مرتين، اكتر من مره. فلا هنا بالنسبه للامن والامان لا طمن، يعني 100% هنا السكيورتي واللي الدوله برضو بتقدمه دلوقتي كخدمه لاي فيروس بنلاقي. لا لا ما شاء الله، يعني مرجعيه كبيره. كنا ايام زمان بنقول انت ولا كانك عايش في اوروبا، المفروض الكلمه دي خلاص تتعدل، ولا كانك عايش في الامارات. ما شاء الله والله العظيم فعلا، يعني مش مجامله ولا شيء. نسال الله ربنا يدي معلوم الخير يا رب يا رب. طيب دكتور محمود، قصه نجاح كبيره ومميزه زي دي اكيد كان ليك شركاء وداعمين ليك في النجاح، ممكن من خلال برنامجنا توجه لهم رساله؟ والله بنشكر الاول كل القائمين من هيئه الصحه والقائمين من اداره التنميه الاقتصاديه اللي سهلونا كتير وقت ما فكرنا بس ان احنا نبدا المشروع، اجراءات ميسره جدا الحمد لله. بالنسبه لهيئه الصحه ما شاء الله عليهم برضو ما تاخروش اي شيء، من تفتيش، من متابعه، انجاز المعاملات، يعني ممكن في خلال ايام انجزنا المعاملات كلها. واكيد ده الحمد لله اكيد ده كله بتوجيه من الحكومه الرشيده، ربنا يطول بعمرهم، شيوخ الامارات كلهم والاهلي طبعا مش هننسى دول. طبعا طبعا، ووالدتي طبعا دعا الوالده الحمد لله رب، وزوجتي برضو كان لها دعم كتير، وما شاء الله رب الحمد لله على كل شيء. واحنا كبرنامج رواد النجاح بنشكر كل شخص كان داعم ليك طول فتره حياتك. تسلم يا رب. شكرا شكرا. تسلم. طيب دكتور محمود، في نهايه البرنامج هسيب لك كلمه تحب توجهها للمشاهدين، للاهل، لاي حد عايز تديله نصيحه طبيه، خبره، حاجه مميزه عندكم في الصيدليه، هسيب لك الكلمه دي تقولها براحتك. يعني الله يسلمك يا رب. الاول بنوجه الشكر والتقدير لحكومه الامارات الرشيده الله يطول بعمرهم، وبنوجه رسالة بس لأي حد، يعني حافظ على نفسك مش عشان نفسك أنت، عشان الغير. يعني دائما كنا في قاعدة في المرور بتقولك تجنب أخطاء الغير، لأن أنت دلوقتي تجنبك تضر حد غيرك. يعني أنت لو مش خايف على نفسك خاف على غيرك. واللهم صل على سيدنا محمد. الحكمة الصينية برضو تقول كده، أنتوا كاتبينها وأنت شكلك برضو مؤمن. الحكمة الصينية بتقولك إنك تتعامل مع الناس كلها على إنها مصابة، وعامل الناس على كأنك مصاب، يعني لا ضرر ولا ضرار، ولا تعديهم ولا يعدوك. انتوا في صيدلية اورنج متابعين كده. طبعا طبعا طبعا. شكرا. انت في دكتور، شكرا على زواج. متشكرين ليك وشكرا على حسن استقبال فريقنا وعلى هذه الحلقة المميزة. شكرا 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 على زواج، شرفتونا. معلش الوقت كان ضيق، فكان نفسنا نرحب بيكم اكتر. لا بالعكس، ده الترحيب كبير، وما شاء الله الصيدليه فيها حاجات كتيره مميزه، واحنا بننصح اي حد فعلا يزور الصيدليه دي هيلاقي فيها كل حاجه، من تجميل، من ادويه، من تعقيم، يعني ما شاء الله موفرين كل حاجه هنا. تسلم تسلم. واكيد ده راجع لاداره قويه. الله يخليك. ثانك يو على زواجك. شكرا شكرا. تسلم يا رب. شكرا يا دكتور. في نهايه حلقتنا اعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعه، والى اللقاء في حلقه جديده من برنامجكم رواد النجاح. دمتم في امان الله.